اللي هي نابعة من مكون اللي هي بتكون الهوية الهوية وهوية الشعب والناس. كل هذه المعطيات بتنتج عندي حالة استثنائية من التبادل الفكري والثقافي بين الناس، وأيضا تقديم الفعاليات بوعي أكثر تقدم. وخلال الفترة الماضية كان والأيام القليلة السابقة كان في تواجد مصري بشكل كبير في مهرجان جرش. أنا عارفة أن حضرتك يعني تابعت الفعاليات على البعد لأنك كنت موجود هنا في مصر، لكن هذه المشتركات ما بين الثقافة والفنون المصرية والأردنية ممثلة دائما في كثير من المهرجانات، ومن أهمها مهرجان جرش. صحيح، يعني كان في هذا العام مهرجان جرش كان ضمن البرنامج الثقافي، وكان برنامج أساسي كجزء من الرؤية اللي تعالج الحالة التي تمر فيها المنطقة من الحرب العدوانية على غزة. فكان توجه المهرجان في هذا العام قائم على قيمة الثقافة كرد فعل لكل ما يحدث في عالمنا. الثقافة كمقاومة. كمقاومة. المشاركة المصرية في كل هذه القطاعات كانت مهمة جدا، وكانت مؤثرة سواء في الشعر أو في القصة أو في حتى بالفلسفة، لأنه كان في مؤتمر فلسفي عربي. توازى ذلك، يعني حتى لا تضيع الفكرة، توازى ذلك مع وجود مهرجان العالمين اللي بيشكل حالة استثنائية الآن في ضمن المهرجانات الثقافية والفنية في مصر. وحضرتك بتشوفه ازاي بقى من منظور عربي؟ يعني كيف تصل أصداء مهرجان العالمين بما له من امتداد في مجال السياحة، في الثقافة، في منطقة العالمين، ومن منطقة للحرب وللدمار ومنطقة ألغام إلى منطقة يراها العالم واحة للسلام؟ يعني هذا أولا نقطة مهمة جدا بنحكيها دائما، التنمية الثقافية الشاملة يجب أن تصل كل المناطق وكل القرى وكل السواحل. منطقة العلمين كانت تاريخيا معروفة، يعني منطقة صراع حضاري في داخل أزمات الحرب العالمية. الحرب العالمية أنتجت منطقة عزلت تماما لسنوات نتيجة الألغام ونتيجة الوضع اللي كانت فيه.